أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للجديد استدعائها إلى جلسة أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عند الساعة 10 من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وذلك للاستماع إليها على خلفية الشكوى التي تقدم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري وباسمه وباسم عقيلته رندة بواسطة وكيلهما المحامي علي رحال بجرائم القدح والذم. وقالت سأدرس الملف قانونيا قبل اتخاذ قراري بالحضور من عدمه، وممكن أحضر ليش لا؟